في بنزرة عندنا القنطرة معروفة بحذاها بطبطحة فارغة ما استغلها حتى حد عنده سنين. دونك دراي علاش ما نستغلوهاش البطحة هذيك ونعملوا فيها بروجي يصلح حكا يزهي البلاد وينورها. ديجا خاطر بطبيعة القنطرة هذيك جت في أول البلاد، معناها كيف تاخذ إيماج على بنزرة تاخذها من أولها. البلاصة نتاع القنطرة مهمش، معناها حاجة باهية أنو نستغلو البلاصة الفارغة هاذيكا ونعملو فيها حاجة باهية تجيبنا تخدمنا في القطاع السياحي بالكدا بالكدا، لأنو القطاع السياحي في الولاية أنو تعب شوية ومن طون تحسن في اقتصاد البلاد.